السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف بقيتوا؟ تنتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. أهلا بصحاب الديكور والتاويل. اليوم جيتكم بهاد العلبة اللي تتشوفوا معها هاد الفاز اللي جاو راقيين وجاو عاطين شكل زوين وشكل جديد وبطريقة سهلة وبوسائل بسيطة وموجودة عندنا في أي دار، تنظن أنها تكون متواجدة عندنا. إذا غادي ندوزو للطريقة باش نوريكم كيفاش صوبت هاد لي دو زوجي. غادي نحتاجو هنايا المرايات، كانوا عندي مهرسين، اختاريت انني ندير بهم شي حاجه، ما بغيتش نسيبهم. انتما كانوا طراف، لان ملي تندير هاد الاعمال اليدويه بعض المرات تتوقع لي زاكسيدون هكا وتتهرسوا لنا هاد المرايات، ما خصناش نسيبوهم. غادي نحتاجوا البابي الومنيوم اللي متواجد في كل دار كما قلت، غنحتاجوا لي كارتون، هاد لي دو كارتون كانوا عندي. غنحتاجوا المقص، السطخاس، لاكول، المسائل اللي تتحتاج دائما. خديت هاد المرايات وغادي نزيد نهرسهم، درت لكم باش منين هذا غادي نحادي في المرايات. غادي نبقى نهرس بهاد المطرقه شويه بشويه، وانا تنشوف وانا تنحيد الطرف الصغار ونخلي الكبار باش نهرسهم. غادي نقبط البابي الومنيوم وغادي نغلف به هاد البواطه اللي طليتها دهنتها بلاكول، دهنتها بلاكول ودرت عليها البابي الومنيوم، لويتها مزيان. ودابا غادي نبدا نلصق في ديك الطرف ديال المرايات المهرسين. غادي نبدا نحط بطريقه عشوائيه على هذا الشكل كما تشوفوا. في البدايه غادي نبدا نحط طرف في الجوانب، ومن بعد غادي نبدا ندير في الوسط هكا بطريقه عشوائيه، وانا تنحط وانا تنشوف باش ونعمر الخويات اللي عندي، ما خصنيش نخلي ديك الخوه اللي بيناتهم. اذا غادي نستمر من بعد، غادي نبقى نطلي في ديك لاكول وانا تنستمر على هذا الشكل بطريقه كما قلت لكم طريقه عشوائيه. من بعد حيدت الكون لانني كان ما قدرتش نصوب بهم، وانتم خليو لي كون لانني انا تندير احتياط بشويه بشويه حتى غادي نكمل. هكا غادي نستمر على هاد الطريقه، وانا تنحط فين ما كانت شي خويا. غادي نحتاج حتى ديك الطريفات الصغيورين نعمر بهم ما بين ديك المرايات، غير هكا بطريقه عشوائيه تيجي شكل غزال وراقي على هاد الشكل. نستمر حتى نكمل الدوره بربعه. انتما تشوفوا كملت ربعة ديال الجوانب بربعة بهم، يعني تنمسح ما تخافوش انهم تجرحوا لان لاصقين مزيان، وطرف حدا طرف ما غاديش يجرح. هنا كملت ديك الكارطون ديالي، دير لي رجع فاز. وانتما انا عاوتاني اختاريت هاد العلبه كارطون، غادي نردها علبه. الاختيار ديال القياسات تتبقى لي لكم على حسب شنو عندكم اللي متواجد عندكم. انا اختاريت ان ندير هاد العلبه صغيره والفاز صغير، اذا اختاريت ديك العلب صغار. هنا غادي ندير العلبه ديالي عاوتاني بنفس الطريقه، غادي نلصق لا كول وغادي نلصق لاليمينيوم. وهنايا دائما انا نستعمل هاد لي زاسيات اون كارطون، هادو هاد الطباسل ديال الكارطون. هنا الكارتون الداخل فعاود لي غادي ندير الالومنيوم. الالومنيوم غادي ما غاديش يبقى مزيان، ما يبقاش صحيح. اختاريت ان غادي ندير هذا هنا، غادي ندوبل هاد الغطايه ديال ديك العلبه، وغادي ندير بطبيعه الحال الداخل حتى هي في وسط العلبه. غادي ندير نفس الطريقه، غادي ناخذ القياس ديال العلبه من الداخل ونلصق بلاكول. ندهن دائما لاكول الداخل وغادي نبدا نلصق على هذا الشكل. وهنا عاوتاني غادي نبدا نلصق ديك القطع ديال ديك المرايات المهرسين. غادي نبدا ندهن الكولا،
ومن بعد غادي نبدا نلصق طرف بطرف وانا ماشيه وانا تنعمر في الخويات ما بيناتهم ونلصق طريفات صغار وانا تنختار وتنشوف على حساب عينيا. وغادي نبقى نستمر عاوتاني في هذه العلبه حتى غادي نكملها نكمل الجوانب غادي نكمل بهذه الطريقه هذه وعلى هذا الشكل هذا. اذا نكملوا معايا الطريقه. هاني كملت العلبة، عمرت الفراغات اللي كاينين ديك الصغورين كملتها. هنايا عاوتاني غادي ندوز المرحلة ديال الأخيرة، هي التغليف ديال الجوانب ديال هاد العلبة قبل ما ندير ستراس، لأن بانت لي أنني خصني ندير في الجوانب حتى هما نسيت ما درتهمش. هنا غادي نكمل، خديت القياسات، قطعت لي كارتون ديالي الكارتون هذا وبديت نلصق فيهم حتى هما. هنا غادي ناخذ القياس عاوتاني ديال ستراس باش ديك لي ديفو ما يبقاوش يبانو. هنا تنغطي كل شيء بهذا الستراس وتيعطيه واحد الشكل هنا باش ملي نحلوا العلبه تكون عاطيه شكل راقي ونقيقي. هكا غادي ناخذ القياس وغادي نبدا ندير ستراس في الجوانب ديال العلبه حتى نكملهم باش ما كما قلت لكم باش تبقى الحاجه نقيه وباينه زوينه. اذا غنستمر نبدا ناخذ في القياسات ونقطع في ستراس حتى نكمل، غندير حتى على الجوانب. انتما تشوفوا الشكل، درت ستراس من الداخل ومن على برا. دابا غادي ندير في القناه حتى هما باش ديك الفراغات ديال ديك بابي اليمون اللي تيبان ديال العلبه ما تبقاش باينه. هنايا كملت العلبه، بغيت الفاز بان لي انني ما درتلوش حتى هو ستراس، فقررت ان حتى هو نكمل له باش يجي نقي. كملت له الفوقاني ديالو بستراس، هو دورته كله بستراس على هذا الشكل. هنا ستراس لصقته غير الفوق، ما درتوش من على برا لانه ملصق مزيان. اذا درت هذه الطريقه هذه، لصقت غير الفوق وخليت ما درتش الجوانب مع على برا كما قلت لكم. غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الفاز وديال هاد العلبة اللي جاو راقين، وصوبناهم بحاجة رخيصة ومتواجدة عند كل واحد. ما تنظنش ان شي واحد ما تهرستلوش مرايا. اذا هاد المرة ما تسيبوش الطرف ديال المرايات وخليهم باش تستعملوهم. جا شكل راقي وجا شكل جديد ونقدروا نغيرو بابسط الاشياء وتطاح رخيصة وماشي ما خلصش فيها شي صفر درهم. اذا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايكات باش تشجعوني، وبالنسبه للجدات ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. بطبيعه الحال الا عجبهم الفيديو وهاد الفيديوهات اللي تندير. وغادي نقول لكم الغزالات، خليتكم على خير،
تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.